المتحف الفلسطيني مؤسسة ثقافية مستقلة مكرسة لتعزيز ثقافة فلسطينية منفتحة وديناميكية على المستويين المحلي والدولي. يساهم المتحف في إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها بمنظور جديد، كما يوفر بيئة حاضنة للمشاريع الإبداعية والبرامج التعليمية والأبحاث المبتكرة. بدأت فكرة تأسيس المتحف بمبادرة من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة التعاون في عام 1997 تخليداً للذكرى 50 للنكبة. تغيرت الفكرة مع مرور الوقت، ولم تعد تقتصر على الحفاظ على الذاكرة، ليصبح المتحف مؤسسة تسعى للنهوض بالثقافة الفلسطينية، وتعمل على تفعيل حراك فكري وفني مفتوح للجميع، إضافة إلى توثيق التاريخ الفلسطيني من بداية القرن التاسع عشر. متحدياً التقاليد، انطلق المتحف خالياً من أي مجموعة متحفية، وتعتمد برامجه على معارض متنقلة بالإضافة إلى منصة رقمية تفاعلية ذات مستوى تكنولوجي عال ومتفرد. أما مجموعته الدائمة فسيتدرج اقتناؤها مع الوقت. يشمل المبنى والذي تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع صالات عرض ومسرحا خارجيا ومقهى داخليا وخارجيا ومركزا تعليميا ومكاتب للموظفين وصالة الأفلام ومخازن للحفظ الآمن ومرافق. المتحف مبني على أرض مساحتها 40 ذنما في بلدة بير زيت، ويعتبر مبنى المتحف علامة معمارية ذات طابع حديث وعصري. قام بتصميمه المكتب المعماري الإيرلندي هندان بن، ويمتزج بناؤه مع المدرجات المتتالية التي تتميز بها التلال الفلسطينية. أما حدائقه وبياراته فتحتوي على نباتات وأشجار وأزهار من البيئة الأصلية لفلسطين والمنطقة. المتحف الفلسطيني أول مبنى أخضر حاصل على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة في فلسطين من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.